السلام عليكم طلابي طلاب السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. اليوم موضوع المحاضرة مالتنا إن شاء الله راح يكون القطعة الثانية اللي موجودة بالوحدة السادسة بالفصل السادس اللي هي making money أو making more from your money، صناعة المال. كيف نصنع المال؟ راح أقرأها وأترجمها وبعدها راح نعطيكم الأسئلة الوزارية المهمة اللي جت حول القطعة مع التمرين الموجود بصفحة 146 بكتاب النشاط. Saving for the future، الادخار للمستقبل، is something، هو شيء that is installed in us، موجود أو مغروس فينا، from an early age، منذ الصغر. As children، وكأطفال، we learn not to spend، تعلمنا أن لا ننفق، all our pocket money، مصروف جيبنا، at once، في الحال، but، لكن to put some aside، نضع بعضه جانبا، to buy something، لشراء شيء ما، bigger later on، شيء ما أكبر فيما بعد. When we start work، وعندما بدأنا بالعمل، we are encouraged، قد تم تشجيعنا، to put money، لنضع المال، into pension plans، لخطط تقاعدية، to save for our retirement، لادخار للتقاعد، so that حتى we can continue، أن نستمر to enjoy، بالاستمتاع، a good standard، بمقياس of living، للمعيشة، المقياس اللي خلينا أن بالمعيشة على نفس المستوى. When we are older، عندما نكبر، there are many ways، هناك الكثير أو العديد من الطرق، in which، التي فيها we can make our money، نستطيع زيادة المال أو صناعة المال، work for us، أو نجعلها تعمل لصالحنا. مثلا banks، المصارف، inform us، تعلمنا أو تخبرنا، of different types، بكثير من الأنواع أو أنواع مختلفة، of saving accounts، لحسابات التوفير، with more or less interest، مع فائدة أقل أو أعلى، the longer we leave our money، بالفترة الأطول اللي نترك بيها المال، with them، معهم. يعني كل ما نترك المال بحسابات التوفير بالبنك هي راح تزيد تلقائيا. Some savings accounts، بعض حسابات التوفير، suit، تناسب regular savers، savers اللي هم المدخرين، والregular المنتظمين. Others، والأخرى، are more appropriate، أكثر تناسب أو مناسبة أكثر، for those، لأولئك of us، لأولئك الذين مثلنا، who wish، الذين يتمنون، to invest، أن يستثمرون، a fixed sum، مبلغ ثابت. Savings accounts، حسابات التوفير، benefit people، تفيد الناس أو تناسب الناس، who do not need، الذين لا يحتاجون، to access this money، للوصول إلى هذا المال. يعني أكو ناس تحب أنه تدخر مالها بالمصارف وبالحسابات التوفير، لكن هي ما تستعملها دائما. And if we can forget it is there، وإذا أمكننا أن ننساها هناك، so much the better، فهذا للأفضل، لأن إحنا كل ما أنه ما استعملناها رح تزيد فائدتها. إنه financially minded people، طلاب، هذا المصطلح financially minded people، ناس ذو عقلية تجارية أو ذو عقل تجاري أو رأس مالي. طبعا هذا تعريف من الأسئلة المهمة، who follow the markets، الذين يتبعون الأسواق، invest بالاستثمار، ويستثمرون، in stocks، الأسهم، and shares، السندات. For many، وللعديد، this can be both، هذا يمكن أن يكون كلا من، a hobby، هو هواية، and a way، وهو طريقة، of making a lot of money، طريقة لعمل أو زيادة المال. It is a risky business، وهو عمل فيه مخاطرة. However، مع ذلك، and there are no guarantees، ومع ذلك لا يوجد ضمانات. The major players، اللاعبين الأساس، طبعا اللاعبين الأساس أنا اللي أقصد بهم هنا طلاب بالبورصة، in this game، في هذه اللعبة، are the specialists، يعني هم المتخصصين في هذا المجال بالبورصة. You can certainly lose،
وتستطيع بالتأكيد lose أن تفقد a lot of money الكثير من المال as well as وكذلك gain it أو تربح الكثير من المال. And it is not the answer for people. وهو ليس الجواب لبعض الناس who need الذين يحتاجون a fixed sum مبلغ مالي ثابت. Fixed ثابت. At the end of their investment period. في نهاية فترة استثمارهم. Money المال can also be made. يمكن أن يصنع من أو through خلال investing الاستثمار in property. في العقارات أو الأملاك. Spending a lot of money وصرف الكثير من المال to begin لبدء with بذلك can bring يمكن أن يجلب significant profit فائدة كبيرة if the property إذا كان الملك أو العقار is sold مباع on at a later date في تاريخ مسبق when property prices عندما تكون أسعار الأملاك والعقارات have increased قد زادت. Once again مرة أخرى there is no guarantee مرة أخرى لا توجد ضمانة that you will make a profit أنك ستستفيد أو سيكون لك فائدة or even break the even أو حتى تخسر. But generally لكن بصورة عامة generally speaking بالتحدث بصورة عامة money invested in property المال المستثمر في العقار is safe أكثر أمان in the long term على مدى زمن طويل. It is this type of investment وهذا هو النوع الاستثمار that is becoming الذي بدأ يصبح more and more popular أكثر شيوعا in the United Kingdom في المملكة المتحدة at the moment في هذه اللحظة. People are beginning to see الناس بدأوا برؤية the value قيمة of buying up property شراء قيمة شراء الأملاك والعقارات to rent out وإيجارها. The rent pays the installments والإيجار يدفع الأقساط on the loan على القرض or mortgage أو الرهن. And then وبعد ذلك when the investor المستثمر needs يحتاج the money المال he or she هو أو هي can sell up يستطيعون بيعها and realize the profit ويحققون الربح. This is particularly وهذا خاصة popular شائع with the people مع الناس who inherit يرثون an amount مبلغ من المال of money who want to do الذين يريدون عمل more الكثير with the money بالمال than let it أفضل من let it sit in وأفضل من تركها in a savings account في حسابات التوفير. However, مع ذلك people choose الناس اختاروا to invest يستثمروا their money أموالهم وذا فيما إذا it is in savings accounts فيما إذا إن كانت هذه الأموال في حسابات التوفير pension plans أو خطط تقاعدية stocks أسهم and shares سندات or property عقارات etc. إلى آخره it is more sensible فهو من العقلاني جدا than keeping it وأفضل من بقائها in a box في صندوق under the bed تحت السرير as our grandparents كما كان يفعل أجدادنا often used to do كما اعتادوا أن يفعلوا. And although ومع هذا some young people بعض الشباب cannot see the value لا يستطيعون رؤية قيمة in saving في الادخار for their old age حتى يكبروا when they are still in their 20s وهم ما زالوا في العشرينات. There are a lot of retired people يوجد الكثير من الناس المتقاعدين today اليوم who wish they had done الذين يتمنون أنهم قد فعلوا بأموالهم more with their money بأموالهم when they were younger عندما كانوا صغارا. هسه طلابي رح ننتقل إلى الأسئلة الوزارية حول هذه القطعة. طلابي هاي الأسئلة الوزارية رح أقرأها وأترجمها أيضا مرة ثانية بعد ما قرأت القطعة وترجمتها وأرجو إيقاف الفيديو وكتابتها. Number one
Why should people save money for the future? لماذا على الناس توفير المال للمستقبل؟ الجواب هو people. رح يبدأ الجواب. طبعا إذا تريدون جواب كامل people should save money for the future. To منا to save it for their retirement لادخارها لتقاعدهم and to continue ولاستمرارية to enjoy a good standard لمستوى معيشي of living when they are older عندما يكبرون. To when do people get a lot of interest of their saving accounts متى يستطيع الناس الحصول على الفائدة من حسابات التوفير. People get a lot of interest of their saving accounts when they keep من نايدي حل طلاب when they keep their money عندما يحتفظون بأموالهم for longer time in the saving accounts. طلاب خاف ما واضحة saving accounts عندما يحتفظون بأموالهم في حسابات التوفير. 3. How can people invest their money? Mention two ways. كيف يستطيع الناس استثمار أموالهم؟ اذكروا طريقتين أو وسيلتين. People can invest their money in buying stocks and shares. طلاب هاي هنا ما واضحة. Stocks الأسهم and shares تلقوها بالقطعة هسه من قرناها والسندات and in buying and selling وفي شراء وبيع properties العقارات أو الأملاك. Number 4. How can people get benefit of their money? كيف يستطيع الناس الحصول على الفائدة من أموالهم؟ People can get benefit of their money when? الجواب منا when they keep it عندما يحتفظون بها for a long time لوقت طويل in a deposit account في حساب إيداع. 5. What is the most popular investment in the UK at the moment? ما هو أكثر استثمار شائع؟ في المملكة المتحدة في هذه اللحظة. The most popular investment in the UK is putting money وضع المال in buying and selling property وضع المال في شراء وبيع الأملاك. 6. When we start work عندما نبدأ بالعمل we are encouraged تم تشجيعنا to put money into a pension plans too. يتم تشجيعنا نوضع المال في خطط تقاعدية لي. جواب السؤال السادس. When we start work we are encouraged to put money into pension plans too. منا جواب طلاب to save for our retirement للاحتفاظ به لفترة التقاعد so that we can continue. راح نرد نعيد نفس الجواب حتى نستمر بمستوى معيشي أفضل to enjoy a good standard of living when we are old. Number 7. Saving accounts. حسابات التوفير benefit تفيد أو تناسب people who تناسب الناس اللي هسه رح ننتقل للصفحة التالية اللي بيها جواب سؤال السابع والثامن. Saving accounts benefits people who do not need to access الذين لا يحتاجون this money هذا المال. لهنا الجواب طلاب فقط. سؤال ثامن. Financially minded أنا قلت لكم يا أما يجيبوا تعريف أو يجيبوا فرق. Financially minded people who أنتوا حفظوه كتعريف طلاب الأفضل كتعريف. هسه راح نشوف شنو تعريفه. Financially minded people who follow the markets الذين يتمتعون الناس الذين يتمتعون بعقلية تجارية يستطيعون استثمار invest in stocks الأسهم and shares سندات can search اللي يتمكنون بالتأكيد ب both a hobby هي تكون هواية and a way of making a lot of money وطريقة الحصول على الربح. هسه طلاب عندي بعض الأسئلة أيضا هن 12 سؤال هذول 8 وأيضا رح ننتقل هسه للأسئلة الباقية من القطعة. Number 9. Our grandparents أجدادنا used to keep their money in a box under the bed اعتادوا على الاحتفاظ بأموالهم في صندوق تحت السرير. 10. When we are children عندما كنا صغار أطفال we are taught the value of saving قد تعلمنا قيمة الادخار أيضا فراغ. 11. Investing in stocks الاستثمار في الأسهم and shares سندات is
فراغ fun for some people هو متعة لبعض الناس. 12 if you buy property إذا اشتريت عقار أو ملك فراغ you may get a lot of money when you sell it ربما تحصل على الكثير من المال عند بيعه. هسه رح ننتقل للتمرين الموجود بصفحة 146 بكتاب النشاط. طلاب هذا التمرين جدا مهم، تمرين سي page 146 146. Find the words جد الكلمات in the text بالقطعة that complete the following phrases التي تكمل العبارات التالية. نعطينا عبارة المطلوب نخلي كلمة حتى نكمل معناها. مثلا number one put some aside، طبعا هاي أخذناها احنا بالقطعة، المصطلحات كلها موجودة بالقطعة. put some aside ندخر على جانب. two pension plans خطط تقاعدية. 3 فراغ savers مدخرين regular منتظمين regular. 4 a fixed sum مبلغ مالي ثابت. 5 financially minded financially minded معناها عقلية تجارية. 6 a risky business عمل فيه مخاطرة. 7 major players لاعبين رئيسيين يقصد اللاعبين البورصة. 8 break even معناها تعادل. وrealize الأخيرة realize the profit نحقق الفائدة أو الربح. لهنا طلاب الأعزاء كملنا كل ما يخص الوحدة السادسة الفصل السادس، أتمنى أكون قد وفقت في إيصال المادة وشرحها لكم. شكرا جزيلا للمتابعة ولا تنسون قراءة الفاتحة لوالد المرحوم الأستاذ سلمان. شكرا جزيلا طلابي.